الميزان ده بقى لو قلت الجوزاء ما بيعرفش ياخد قرار ايراد، الميزان ما بيعرفش ياخد قرار 24 ايراد فعلا، اوكي. لا يعرف ياخد قرار في الجواز ولا تغيير شغل ولا، ويسأل الناس كلها رأيك ايه اعمل ايه، وفي الاخر هو اللي رأيه اللي يعمل حتى لو غلط بعد ايه، بعد مدة. فطبعا حتة عدم اتخاذ القرار ده بيأذي الناس، لو هو مرتبط بواحدة بيأذيها في شغله، الموظفين لو هو مثلا مسؤول عنهم بيتضايقوا منه. انت كمان مشكلة الراجل للميزان ان هو الشخصية وعكسها، يعني الجوزاء متقلب لكن الميزان الشخصية وعكسها، بمعنى ساعات يبقى كريم جدا لدرجة البذخ، ساعات تانية يبقى بخيل لدرجة يعني حريص لدرجة البخل، فما عندوش التوازن. يا كده يعني يا ابيض يا ابيض يا اسود، ساعات يبقى طيب جدا وساعات يبقى قاسي جدا جدا. ست الميزان الغيرة الفظيعة، انا يمكن اقول الجوزاء غيورة وبتفتش، الميزان بتراقب بقى، وسبحان الله عاملة زي الايه، مخابرات، جهاز مخابرات، وتجيلها الحاجة لحد عندها. هي بتتعب من الموضوع ده، بتوصل ليه عايزاها بس بتتعب. ساعات الواحد ما يعرفش الحقيقة افضل من انه كل شوية دي ما بتنامش، اوكي، دماغها دي على طول شغالة، اهدي شوية كده. ولازم تاخدي قرار، لان انت برضو مترددة برضو في قراراتك، متسرعة في قراراتك، بتقلبي الترابيزة كتير وبتندمي. يعني ما عندهاش النفس الطويل، يعني في ناس بالها طويل والتكتك للحاجه، لا هي لو حد ضايقها وجه عليها قوي تستحمل مره اتنين التالته تكون خلاص، اوكي. دي عيب وميزه، يعني هي شخصيتها كده. فبس انا بس بخاف من حته الندم، يعني انا مش عايزاكي تندمي، تاخدي قرارات في عصبيه تندمي، فبقول لها تأني كده واعرفي عواقب القرار. يعني ناس كتير بتطلق ميزان على فكره، اوكي، ستات بتاخد قرار الطلاق بتندم بينها وبين نفسها. فعايزة أقول لها لازم تفكري في العواقب بتاعت الطلاق، لأن الطلاق مش حاجة سهلة. فست الميزان أول حاجة بتفكر فيها الطلاق، أوكي. لو في أي مشكلة، لو في أي مشكلة خلاص، لا استحملي، ولو في ولاد لازم تستحملي وتوزني أنت حالك، هيبقى قبل الطلاق حلو ولا بعد الطلاق هيبقى حلو، وشوفي أنت قرري بس بتأني بالراحة كده.